اللي سبق لي طلع وصعد لمنصة التتويج ميدالية ذهبية إبراهيم النازحي عن جمعية غلمي مواد نون للفروسية، واللي تميز في هذه السنة أنا شفناه دائما في المقدمة ديال الترتيب، واللي صبح يوم الأربعاء هو الأول في الصف الأول الترتيب إبراهيم النازحي وطريقة التبريدة الصحراوية. أنا غادي نشوفوا البارود كيفاش كتضرب هاد الناس. خداو الآن عندهم فكرة كبيرة على التبريدة ديال الأقاليم الجنوبية، البارود كتضرب في الأسفل. إبراهيم النازح من مقدمين الكبار، مقدم أنيق، مقدم فيه جميع الشروط، عنده الصفة ديال مقدم، بطل سابقا الميدالية الذهبية، نتمنى له التوفيق. كان البارح دار رتبة 6 ولكن ما كتشرفوش، نتمنى له التوفيق لأنه اليوم الأسبوع اللي داز الافتتاح 2 و3 و4 و5 كان في مستوى عالي، كانت النقاط ديالو قديمة 70 عن طريقة جميلة، واحد الاستعراض جميل اللي سربت إبراهيم النازحي اللي فاز بالميدالية الذهبية سنة 2008. نشوفوا تاع الجمهور كيفاش كيتفاعل مع سي إبراهيم النازح، لأنه مقدم ديال كل شيء. نعم. مقدم شيء مقدم غير ديال الكلمية، مقدم المغرب كامل، لأنه واحد الرجل اللي قربت ليه، رجل في المستوى كبير، نتمنى له التوفيق. نعم، ونحن حتى على مستوى الهندام أنه اليوم الأول كنلاحظوا حافظ على ذاك اللون الأصفر بالنسبة لإبراهيم النازحي اللي قائد أو مقدم بمعنى الكلمة. كيف كنشوفوا إبراهيم النازحي ديما ابتسامة العريضة، ديما واخا تكون عنده الطلقة ناقصة هو ديما كيبتسم، حتى لأنهم كيكون مقصيب كنشوفوه كيبقى ديما ابتسامة. راه كيسبق لي قلت لك أنه مقدم واعي، ماشي شي مقدم، مقدم كيعرف اللعبة ديال التبوريضة وكيفهمها، كيعرف أنه البارود بعض المرات ما كينصفش كل شيء، أنه البارود ما فيش الثقة. غير اسمح لي بين قوسين الجلال اللي كراف، عندك انشغالاتك، عندك الاعمال النهائيه، هي سربات كبيره جدا اللي عندها تاريخ ديالها وعندها التالق ديالها. غادي نتابعوا الان السربه ديال ابراهيم النازحي عن جمعيه غلميم وادي نون للفروسيه. والاخت قائمه، كاين واحد التقدم ملموس ديال الاخ ابراهيم، وكاين واحد الحضور متميز ديالو هذه السنه، نتمنوا له التوفيق ونتمنوا يكون عند ظن الجمهور وظن الحاضرين. فعلا انه ابراهيم النازحي قدم اداء جيد في هاد الاقصائيات، ايضا على مستوى الحضور ديالو، على مستوى الكاريزما والعلاقات ديالته الانسانيه مع جميع البارديه، وايضا مع المقدميه، وعلاقه طيبه مع الجمهور. غادي نستمتعوا ايضا بهاد الطلقه الاولى لابراهيم النازحي اللي عنده طموح انه باغي يكون رقم واحد في هاد الدوره ال20. مال إبراهيم. نعم. واحد الفارس كبير، هو طموح مشروع. نعم، واحد الفارس كبير وعنده فريق في المستوى هاد السنة، وبين على العلو الكأس ديالو في الأطوار اللي سبقات هاد اليوم. هذه قرصة موفقة، قرصة موفقة. نعم. حمو ورقيق معا يصفقان على الطلقة ديال البارود ديال إبراهيم النازحي. قلت أنه عنده واحد تطلعات كبيرة أنه يكون يفوز بالميدالية الذهبية، وجميع السربات الحاضرة في هذه المباراة النهائية عندها نفس الطموح مشترك. الأخت قائمة، هناك غيابات وازنة هذه السنة. نعم. كاين غيابات لا يستهان بها، ولكن كاين حضور متميز، وأمامكم الأخ إبراهيم كتشوف اللي كان قام بهذا الطلقة الموفقة. لاحظنا الإعادة للطلقة ديال البارود، طلقة موفقة، ونتابعوا من جديد الإعادة. والجمهور استحسن هذه الطلقه ديال البارود ديال السربه ديال ابراهيم النازحي، حتى كنقولوا ان طابلو، كاين واحد اللوحه جميله جدا بين هذا اللون الازرق المميز اللي لباس مجموعه ابراهيم النازحي، وهو الاخر بهذاك اللون الاصفر في هذا المحرق الجميل. تقول انا غادي ندير، لانه هو البارود ما كيتيق فيه حتى شي واحد، ونتمنى المهم غير ملي كتكون السلامه بعدا وما كيتقاس حتى حد، راك هذاك راه انجاز. نعم. اذا السربه اللي المواليه هي سربه ابراهيم النازحي، طلقه البارود الثانيه واللي كان ممتاز في الطلقه الاولى.
ابراهيم نصيح عنده الشروط ديال التبوريضه كامله، كيفاش كيوقف، كينصب الخيل ديالو، كيفاش كينوض، كيفاش كيلعب المكاحل، وكيفاش كيغوت، لانه كل حاجه كيعطيها حقها، لانه ابراهيم تلا كان بطل في المستوى، يستحق يكون بطل. كيف كنشوفوا كيفاش جا، كيفاش كيغوت، نخليو الجمهور يتابع. ما مكتملاش، نقص شويه على مستوى الطلقات بالبارود، انا ماشي كلشي طلق. القرصه الاولى ديالته اجود من هاد القرصه هذه. انا كنشوفوا شحال من فارس، ما ربما انا بنت ماشي كاملين ضربوا البارود. كلشي الله، كاين القرصه ديالته الاولى وقرصه ديال ماهر بشير. نعم. هما اللي شويه دخلوا للجمهور سميتو. ما تبقي قرصات شويه كلهم كيف كنقولوا مدبدبين، ما كاينش شي قرصه اللي هي مازال. كتشوفي ابراهيم كي غادي، كيفاش رد الفعل ديالو، وتيقول اشور بخير الجمهور. كيما الميلود كينوه بالجمهور، انا الجمهور هو الحكم مقياس، انا كنقول عن تيرمومتر ديال الجمهور ديال احسن طلقه، طلقه موافقه وطلقه ما موافقاش، الجمهور هو اللي كيعطيك. حنا كنتمنوا الجمهور يجي يكون يتفرج. نعم. ما يكونش ضيع النهار غير هكذاك. تيزيد تيتكل على الله. و اللي ما خدمش هذا العام، العام الجاي يجي السنة الجاية ويوجد راسو، وعمر الإنسان كيتيق في البارود. صحيح. إذا أنها تلقات البارود الثالثة اللي صربت ديال عبد المجيد حجاج، وغادي نتابعوا الآن صربة ديال إبراهيم النصيحي. صربت ابراهيم النصيحي، انا صراحه شارت الانتباه ديالي بزاف، لانه صربه منظمه 100% من كل شيء. تبارك الله عليه. نعم، على مستوى الحرز ديالو على الحفاظ على المورود ديالو، لا هو مجمع الراعي، مجمع الراعي مقدم كبير. نعم. هنا هي السرعة. لا بأس به، الضرب ديالو كله مشى بالقرصات، وقرصة عنده قرصة. القرصة الأولانية كانت أفضل. دابا هاد المقدمين كلهم القرصات ديالهم متشابهين. صحيح. دابا غادي تصعب الماموريه ديالك، كنا منظريه غير من خلال طلقات البارود ولا من رد فعل الجمهور كنديروا التنقيد ديالنا. الان اليوم خصنا ننتظروا انه لا ابراهيم النصيحي لا البشير ماهي لا عبد الجليل بوعبادي. الان عن جهه تبني بالله الخليفره بلا اسبق.